مرحبا، بس لحظة شوي قبل مرحبا. سوري على قصة السطح، أو مش سوري، حبينا هيك نعمل شيء جديد. حلقة جديدة من مستر تيك، معكم إيهاب سالم، ودايما معكم إيهاب سالم، واليوم معنا المي 10 تي من شاومي، أطلق ب 15 نوفمبر وعملنا له الأنبوكس. وإذا بدكم من قبل، أنا صار لي عم استعمل حوالي 3-4 أيام، شفنا العلبة شو فيها. المميز بالعلبة أول شيء هيك دغري طلع هذا الكفر اللي هو شاومي بتقول عنه أنتي بكتيريا، وكتير حلو مع اللوجو اللي موجود فيه، ما بيعلق عليه بكتيريا، هيك بتقول شاومي، مع الشاحن أو الباور اللي جاي معه اللي هو 33 واط في الكيبل، ومبدئيا بس خلينا نشوف مع بعض التصميم. تصميم الجهاز بيجي 165 للطول وللعرض 76 وأبعاد 9-33 ووزنه 216 جرام. أما عن المتانة، هون بدنا نحكي عن متانة جاي أول شيء من هون زاز، أما داير من دار كجودة عم نحكي عن معدن جاي من المعدن من الألمنيوم. بتحس إنه شاومي دفعين مصاري فيك، حامل بإيدك جهاز متين. هلا إن شاء الله ما يقلب معنا، لأنه ممكن قلبة واحدة معنا تكسر، إن شاء الله لا، بس مشان هيك في الكفر. بس بتحس إنه في متانة بالجهاز. بيجي معه شريحتين من نوع النانو، ايضا كمان بيجي المكبرات الموجودين اللي عم نشوفهم هون، شايفهم يا دلاتي، صباح الخير دلاتي ومرحبا يا بيكسل. عندنا اثنين مكبرات صوت، هذا الشيء بيعمل عزل للضوضاء والضجيج اذا احنا عم نستعمله، وجربتهم شخصيا كسبيكرز، صوتهم كان كتير رائع. بخلال التصوير كمان جيد جدا، بيدعم البصمه اللي شايفينها هون، شايفها يا دلاتي، وخلينا نستعملها وندور الجهاز عن طريقها. دايما بقول البصمة بس تكون على جنب، هذا الشيء بيكون أفضل. تايب سي ومحل الميموري، الفوليوم، ومبدئيا هيدا هو. عم نشوف الكاميرات من الخلف، والباك جراوند اللي هو يعني فينا نستعمله كمراية كمان قد ما هو بيلمع. هذا كان كل شيء عن التصميم. خلينا نشوف الشاشة، والشاشة هون أنا محضر لكم مفاجأة. شاومي بتقول الشاشة صدمتها دوت ديسبلاي، هيك بتيجي مثل النقطة، بتيجي الشاشة بجودة الفول اتش دي بلس. الدقة تبعيتها 2400 ب 1080 بكسل، معدل الكثافة 395 بكسل لكل إنش. تدعم معدل تحديث، نسمع هذا الرقم، وهذا الشيء اللي بيميز الجهاز عن كل الأجهزة الثانية، 144 هرتز. نحصل هيك على تجربة كتير منيحة خلال استعمال الهاتف، خاصة يعني بس نكون عم نلعب جماعة الببجي والألعاب اللي بدها حركة كتير. كمان مشان وقت نكون عم نحضر فيديوهات وهالمواضيع كلها، ال 144 بتفرق كتير معنا. هلا فينا كمان نستعمله ك 90 هرتز وك 60 حسب نحن عم نشو عم نستعمل، اذا للتصفح للقراية، هول كلهم بنغيره بكل سهولة. الشاشة بتيجي بأبعاد عرض 20-9، بالإضافة كمان لوجود طبقة من الحماية من الجوريلا جلاس اللي موجودة من الإصدار الخامس، وبتدعم أكثر من وضعية، في الريدنج مود وفي السان لايت وغيره كتير. الشاشة بالشاومي المي 10 تي مميزة. نوصل للأداء. الجهاز بيتوفر بأكثر من إصدار من الذاكرة العشوائية. أول شيء عنا إصدار الأول اللي بيجي بسعة 128 من نوع الـ UFS
3.1 ذاكرة عشوائية 6 جيجا، وهذا أول نوع. ما تنسى كمان في عندهم الـ LPDDR5 الإصدار الثاني 128 من نوع الـ UFS 3.1. الذاكرة هون عم نحكي العشوائية 8 مش 6، كمان الـ LPDDR5. أما من حيث الأداء هون عم نشوف عم يجي مع معالج الكوالكوم السناب دراجون 865، واحد من أفضل المعالجات الموجودين، مع كمان السبعة نانو المعالج الرسومي تبعه، وعم نحكي عن من نوع الأدريانو 650. هيدا عم يعني واحد من الأفضل الموجودين بالسوق، مع واجهة الـ MIUI 12 اللي معروفة لشاومي. وبنوصل للكاميرا. كاميرا أمامية أول شيء. لحظة. أوكي. كاميرا أمامية بتيجي بدقة 20 ميجا بيكسل، فتحة عدسة 2.2، مستشعر السامسونج. هيدا التصوير الفيديوهات بتيجي فول اتش دي، دقة 1080 بيكسل بمعدل التقاط 30 إطار بالثانية. بتدعم التصوير بجودة الـ اتش دي بدقة 720 بيكسل، معدل التقاط 30 و120 إطار بالثانية. أما الكاميرا الخلفية، بنوقف هون وبنروح على الكاميرا الخلفية. أما الكاميرا الخلفية فهون عم نحكي اللي جاي هيك مع بروز صغير موجود. الكاميرا الأساسية بتيجي بدقة 64 ميجا بيكسل، فتحة عدسة 1.9، مستشعر السوني IMX682، هيدي الأساسية. الكاميرا الثانية بتيجي بدقة 13 ميجا بيكسل، فتحة عدسة 2.4، الكاميرا الخاصة بالوايد تصوير الواسع. أما الكاميرا الثالثة بتيجي بدقة 5 ميجا بيكسل، وبتيجي بفتحة عدسة 2.4، وهيدي خاصة بالتصوير المايكرو، مع الفلاش اللي احنا عم نشوفه من نوع الليد اللي موجود هون على جنب. البطارية لمدة يومين، أو خلينا نقول يوم ونص وثلاث أرباع، البطارية كانت مش عم تخلص. ليش؟ الميتن تي عنده سعة بطارية 5000 ملي أمبير، يعني للناس اللي هي عم تستعمل للجيمز أو للفيديوهات أو لو شو ما كانت. الجهاز يمكن إذا نسيت تشحنه، وأنا اتنسيت إني أشحنه وضاين معي يوم ونص وشوي. وإذا بحال كان فضي معك، فنحن هنا عم نحكي مع شاحن قوة 33 واط اللي هي كفاية إنك تشحن بسرعة ويرجع يضاين معك يوم ونص تاني. مع دعم لل 5G ومع دعم لموضوع السبيكرز ومع دعم تاني لموضوع بتصور 4K وغيره كتير من الصفات الموجودة اللي معودين فيها مع شاومي، وبسعر رخيص وبمواصفات بتكون كتير منيحة، ال 10T في شغلتين ما عجبوني كتير. أول شيء موضوع التبصيم، قلت بمزح انه ممكن نستعمله ككاميرا كمراية، بس هذا الموضوع اوكي نظفناه هون، حطينا الكفر. الكفر كتير حلو، يعني مع الموديل اللي جاي ومع كلمة شاومي الموجودة والأنتي بكتيريا، وحتى جاي مع الحواف هون، لانه بكل سهولة اذا جربت تكسره ما بينكسر معك. شلنا موضوع التبصيم. النقطة الثانية انه ما في وايرلس تشارج. بعض الناس حكيوني كمستر تيك انه ما في وايرلس تشارج، بس ممكن نقول انه موضوع ال 33 واط والشحن السريع الموجود هذا الشيء
غض النظر عن هيدا، وفي ناس بتقول لا. هول النقطتين اللي كان عندي شوية عليهم. سعر الشاومي المي 10 تي بالإمارات 1799 درهم، سعر منافس ويعتبر الأرخص من الفئة اللي احنا عم نحكي عنها. فينا نطلبه أونلاين عن طريق نون أو عن طريق أمازون، أو فينا نروح حتى نطلبه عن طريق الشاومي الستور الموجودين بكذا محل بالإمارات. كلمة أخيرة بدي أقولها، بكل هالمواصفات اللي حكيناها من شاشة ومن بطارية ومن كاميرا، الشاومي 10 تي إحدى الأجهزة المنافسة بقوة بالسوق، وكانت يمكن نقول ختامة مسك. ما بعرف إذا عندهم حيطلعوا تليفونات تاني بال 2020. هيدا كان كل شيء. حلقة جديدة من مستر تيك بنحضرها الجمعة الجاي مع جهاز جديد وبس. باي.